بتواضع أنا صار لي في مجال التربية حوالي 37 سنة، وأنا اليوم مدير مدرسة سان جورج في رام الله منذ 5 سنوات، وحاليا خلال يوم أمس أصبحت عضو للمجلس الثوري لحركة فتح. أولا أنا بحب أكد على أنه انتمائي الأول والأخير هو لفلسطين، انتمائي الأول والأخير هو القدس. إذا سألوني عن اسمي وإذا سألوني عن انتمائي فأنا ابن هذا الوطن بمسلميه ومسيحيه، فأنا ابن حماس وأنا ابن الجهاد وأنا ابن الجبهة الشعبية وأنا ابن المبادرة وأنا ابن فتح، أنا ابن هذا الشعب الفلسطيني أولا وآخرا. علينا أن نميز ما بين الفكر الأديولوجي والانتماء السياسي والانتماء الأكبر والأقوى اللي هو الوطن. فأنا عندما أنتمي للوطن معناته أنا بنتمي لكل الشعب الفلسطيني، يعني كل فصائلنا الفلسطينية قدمنا قوافل من الشهداء والأسرى والجرحى. فبالتالي لم ولن أكون في يوم من الأيام لا متعصب لا دينيا ولا سياسيا، وأنا في القدس الجميع يعرف أنني أتعاطى مع الجميع وأتقاطع مع الجميع ومع جميع القوى الوطنية الفلسطينية، لأن الجميع يعمل في الساحة، ولكن البعض يريد أن يتقوقع والبعض يريد أن يتعصب. وموضوع التعصب بحد ذاته سواء كان تعصب سياسي أو ديني دائما نقول التعصب أعمى، فأنا لست بمتعصب لا لدين ولا لتنظيم، فأنا أحترم جميع الفصائل الفلسطينية التي قدمت عربونا لقضيتنا ولثورتنا، قدمت عربون الدم، وعند الدم الجميع يصمت، وعند الزنازين والأسرى الجميع يصمت، خاصة أصحاب المقاعد وأصحاب المناصب التي يجلسون على الكراسي وللأسف لا يفعلون شيئا. على قول أحد المغنيين ناسي اسمه اللي بيحكي خذوا المناصب وخذوا الكراسي بس خلوا للوطن، فنحن منقول خذوا الكراسي وخذوا المناصب واتركونا بس الوطن، وتركونا بحالنا ناضل بشرف وبعزيمة وإصرار من أجل القدس ومن أجل الوطن. أولا المسؤولية كانت كبيرة علينا حتى قبل المنصب، لأن الإنسان يستطيع أن يقدم للوطن وللقدس سواء كان في منصب أو في موقع أو في غير موقع، لأن القدس لا تحتاج فقط إلى موقع أو منصب كي تعمل، القدس يجب أن تكون عبارة عن خلية نحل. فبالتالي نحن عملنا وما زلنا نعمل وسنبقى نعمل من أجل القدس بشكل خاص ومن أجل شعبنا والقضية الفلسطينية بشكل عام. عندما تتحدث عن القدس تتحدث عن موقع وقضية حساسة وحساسة جدا. أول شيء هي حلم الشعب الفلسطيني، هي عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة، هي المكان الذي يجمع ما بين الهلال والصليب، هي المكان الذي يتنفس منه الجامع والقيامة، هو المكان الذي يعاني فيه المقدسي بكافة نواحي الحياة. فبالتالي المهمة صعبة وصعبة جدا في القدس، المهمة على مستوى الوطن ككل صعبة، ولكن المهمة الأصعب هي مدينة القدس، لأن هناك الكثير والكثير من الملفات الشائكة في مدينة القدس، تهويد القدس، الاعتداء اليومي المتكرر على المسجد الأقصى المبارك وعلى الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، الاعتداء على الحجر والبشر. عندما تتحدث عن القدس ما في منحة في الحياة ما بتقدر تحكي عنه، السرطان الاستيطاني الموجود في القدس، الاعتداءات اليومية على محاولة الاعتداء واقتحامات المسجد الأقصى، محاولة السيطرة على العلم والتعليم اللي هي أسرلة المناهج وسرق، يعني سرق الثقافة من هذا الجيل اللي عماله بينمو وبيكبر، اللي بده الاحتلال الإسرائيلي يتعامل مع جيل مع منهج مجرد من كل ما هو ثقافة وطنية، يعني لدرجة سفاهة الاحتلال إنه في أسرلة المناهج. هذا موضوع خطير وأنا بحكي فيه دائما من بعد التعليمي والتربوي. أنا بعتبر إنه أسرلة المناهج وجعلها إسرائيلية هو أخطر من بناء مستوطن. بناء المستوطن شيء وارد، ولكن هنا في سرقة عقول، في سرقة ثقافة، في سرقة مفهوم وطني للجيل الفلسطيني اللي طالع، بحيث إنه بدهم يمحوا من راسه كلمة شهيد، كلمة أسير، كلمة نضال، كلمة حيفا، كلمة حق العودة، العلم الفلسطيني، السلام الوطني، النشيد الوطني، كل ما هو يتعلق بالمفهوم الوطني. تحاول إسرائيل فرض منهج يخلو من هذه المفردات ومن هذه الكلمات ومن حيفا ومن المجازر التي حدثت في قبية وكفر قاسم ودير ياسين وغيرها. فبالتالي ينمو ويترعرع هذا الجيل بعيدا عن مثل هذه المفاهيم الوطنية، ويتعرف على أسماء القرى التي أصبحت بأسماء إسرائيلية ومخيمات ومدن. وهذا بالنسبة لي يعني تفريغ العقول من المفهوم الوطني الثقافي من هذا الجيل هو خطير، وخطير جدا، وسيترعرع جيلنا بمفاهيم على المقاييس الإسرائيلية، ولكن نحن سنبقى نتصدى وسنبقى نتصدى لمثل هذه المفاهيم، وهي جزء من الخطة التي نضعها.
أريد أن أقول سواء كنت في موقع المجلس الثوري أو اللجنة المركزية أو في أي موقع إن كان، لا نملك بأيدينا عصا سحرية. موضوع القدس لا يستطيع أن يحله لا عضو مجلس تشريعي ولا ريتشارد زنانيري ولا حتى قيادتنا الفلسطينية إذا لم تتضافر الجهود العربية والإسلامية والأجنبية والدولية من أجل حل هذا الصراع في القدس. لا يستطيع عضو أو يستطيع إنسان أو تستطيع جهة فلسطينية سواء كانت جميع الفصائل الفلسطينية التي نكنها كل احترام على اعتبارنا نحن كلنا لنا بعد وطني واحد ولنا رؤية واحدة، ولكن لا يستطيع إنسان في موقع أن يضع سياسة من أجل تحرير القدس لوحده. الشيء الوحيد الذي نحن نقوم به وخاصة المقدسيين هو أسطورة النضال والصمود الموجودة في مدينة القدس. عندما قرر المقدسيون أن يتصدوا الاحتلال خاصة في الأحداث الأخيرة التي حدثت بعد حرق الشهيد محمد أبو خضير، هبت القدس وحررت مناطق في منطقة شعفات لعدة أيام ولم يستطع جندي إسرائيلي أن يدخل إلى تلك المناطق. عندما هبت الهبة الجماهيرية وما زال اليوم كل يوم في عنا أسطورة صمود من المقدسيين بحق المستوطنين المسعورين وقوات الاحتلال الإسرائيلي. الآن الخطة التي أنت تضعها، أنت تضع خطة، تضع رؤية، تضع برامج، ولكن على أرض الواقع لا تستطيع أن تحقق الكثير. حتى جميع الناس ما يقولوا إنه والله أنا بدي أحمل مسؤولية لهذا الإنسان، إنه والله أنا الحرم بدي إياه يتحرر. أنا كل يوم بتمنى إنه المسجد الأقصى هو للمسلمين فقط. فبالتالي المهمة اللي أمامنا هي مهمة صعبة. طبعا سنضع أمامنا برنامج، والبرنامج يتعلق بالقدس بكل نواحي. وطبعا لما يكون إنسان عضو مجلس تشريع ولا يمثل القدس فقط، ولكن بما أني أحمل الهم المقدسي، أحمل الحياة المقدسية كون عمري 53 سنة وأنا عايش طول حياتي في مدينة القدس، أعرف ما تعني القدس ولا أحتاج إلى أن أبحث، لأن هذه حياة يومية نحن نعيشها من جدار ومن وضع اقتصادي ومن أرنونة ومن ضرائب ومن معاناة في التعليم والاقتصاد والبضائع الإسرائيلية والمخدرات الموجودة بالقدس وغيره وغيره وغيره. فجميع الملفات معروفة لدينا، نحن لسنا من القمر ولسنا من كوكب آخر، نحن نعيش في القدس والقدس تعيش فينا. فبالتالي البرنامج الموضوع أمامنا هو برنامج يجب أن نكون منطقيين في تحقيقه، لأني لا أريد أن أطرح شعارات لا أستطيع تحقيقها. التصدي لموضوع أسرة المناهج نعم نستطيع أن نتصدى. موضوع الأرنونة وموضوع مواجهة الإسرائيليين في موضوع الأرنونة يجب أن نتصدى لهذا الموضوع. موضوع إيجاد فرص عمل للبطالة الموجودة في مدينة القدس. يعني اليوم أنا بقدر أجي أدعم بتوجه على مستوى الضفة الغربية إنه نشغل الأيدي العاملة الموجودة بالقدس بدل ما طلابنا وشبابنا كلهم يروحوا يشتغلوا عمال في المستوطنات. نستطيع أن نؤثر ونؤثر كثيرا في هذا المجال إذا كان في بعد ورؤية شاملة شمولية على مستوى الوطن تسمح وتعطي فرصة لهؤلاء الشباب الذين يعملون عمال وأيدي رخيصة، خلينا نقول في داخل المستوطنات وبناء المستوطنات وبناء الجدار. فبالتالي الخطة التي أمامنا هي خطة ليست سهلة، وطبعا تحتاج كما ذكرت تحتاج إلى جهد دولي وجهد عربي وجهد إسلامي من أجل حل مثل هذه المشاكل. يعني حتى على مستوى قيادتنا الفلسطينية عندما يتحرك سيادة الرئيس أبو مازن صاحب الشرعية الفلسطينية، عندما يتحرك من مكان لمكان في داخل الوطن الفلسطيني يحتاج إلى تصريح، وقد يقال له لا. الآن نحن مقبلين على أعياد الميلاد، وسيادة الرئيس دائما بيكون في ليلة الميلاد مع جميع الطوائف المسيحية يحتفل في كنيسة المعهد. قبل أن يتوجه إلى بيت لحم تسلم قائمة من الذي سيحضر؟ فإذا تم الاختلاف على شخص قد يشتب كل الأشخاص. فبالتالي نحن نعيش وضع صعب، احتلال متغطرس، احتلال باغض، احتلال قاسي، احتلال يعني بين الاحتلال والعدالة يوجد تناقض كبير. فبالتالي همنا مش سهل، أوضاعنا ليست سهلة. مدينة القدس يجب أن تكون في عقول وقلوب الناس كلياتهم مسلمين ومسيحيين. وطلعنا بالفترة الأخيرة وبعثنا رسالة للاحتلال الإسرائيلي مبارح من خلال التلفزيون فلسطين، إذا كان أذان المسجد بزعجكم أنتوا الغرباء وأنتوا طلعوا برا. هذا الأذان الذي يؤثر عليكم ولا يمس المسلمين فقط، يمسني أنا كمسيحي، لأنه هذا الأذان هو جزء من عقيدة، جزء من دياني، جزء الأذان عبارة أنك تنادي الناس على الصلاة مثل أجراس الكنائس عندنا. وقلناها إذا منعتوا الأذان عن المساجد سنقيم في كنائسنا، وإذا فشلنا في كنائسنا سنقيم في بيوتنا وأزقتنا وحاراتنا. هذه هي القدس، القدس، القدس التي تعودت خصيام، تعودت على الانسجام وتعودت على الترابط. أنا ما بقول قضية تآخي إسلامي مسيحي، لا، أنا بحكي الإسلامي والمسيحي هذا في جيناتنا في القدس. ونحن على مستوى العالم العربي ككل والعالم الإقليمي، القدس وفلسطين بالتحديد
هي استثنائية في العلاقات الإسلامية والمسيحية. وإن حدثت تمادي من طرف من الطرفين، تجد أن حلها يتم خلال فترة وجيزة جدا. هذه هي القدس بأبعادها، بشهدائها، بأسرائها.